أهلا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد والحصري. موضوع هذه الحلقة هو تقسيم الشاشة. صحيح أننا تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا، لكن لاحظنا أن هناك تعليقات تشير إلى أن الطرق المستعملة في الشرح لم تكن ناجحة مع بعض الأنواع من الهواتف. ببساطة لم تنجح تلك الطرق لأن تلك الهواتف لا تدعم خاصية تقسيم الشاشة، ومع ذلك فهناك دائما حل لكل شيء. لن يتطلب منكم إلا تحميل الأداة التالية، ولا يحتاج منكم لروت ولا لإعدادات معقدة. الطريقة ناجحة مع هواتف ريدمي 9C والريدمي 9A وغيرها من الهواتف مثل هواتف إنفينيكس وأوبو التي استعصى على أصحابها تشغيلها. سوف أترك لكم في الأسفل رابط الأداة المستعملة في تقسيم الشاشة، وما عليكم إلا تحميلها. فلنبدأ. بعد تحميل التطبيق نجده بهذا الشكل، split screen، نقوم بتفعيله هكذا، open، وأدخل على الأكسسيبيليتي، يقوم بتفعيله من هنا كما تشاهدون. أوكي، وبهذا نجده قد تم تفعيله. هنا في الأسفل نجد خيار الدخول عن طريق المينيو. لاحظوا معي هنا بإمكاني اختيار مثلا زر الباك أو الهوم Overview Menu. أنا سوف أختار هذه المتعلقة بالباك، وأرجع مرة أخرى أختار الدخول على اليوتيوب، أضغط مطولا على زر الباك، وكما تلاحظون الآن تم تقسيم الشاشة إلى نصفين، النصف الأول ثم الثاني. في الأسفل مثلا أفتح